صباح الفل يا يحيى، صباح الفل يا فرح، وصباح الخير والياسمين على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من العاصمه الكاميرونيه ياوندي. بتابع معاكم اخبار وكواليس منتخبنا الوطني بعد ساعات قليله من التاهل رسميا لدور ال 16 لبطوله الامم الافريقيه 2022. خليني اقول لك يا يحيى وخليني اقول لك يا فرح ان هناك حاله من الارتياح داخل معسكر منتخبنا الوطني. الفرحه يعني متواضعه، حاسين ان هم الطبيعي والعادي ان احنا نكون موجودين في دور ال 16 بجداره، ولكن الحقيقه المفاجات اللي موجوده في كل المجموعات وفي كل المباريات اصبحت كل النتائج خارج التوقعات، وده كان محور حديث كيروش امبارح مع اللاعبين عقب انتهاء المباراه على جلسه العشاء بعد ما وصلوا لفندق الاقامه. قال لهم لازم نقلب الصفحه بقى، خلاص انتهت صفحه دور المجموعات في بطوله الامم الافريقيه، ولازم ان احنا نركز في اللي جاي. ما تركزوش احنا هنلاعب مين النهارده، بالتاكيد هنعرف مين المنافس منتخبنا الوطني في دور ال 16، وبالتاكيد كل اللاعبين هتتابع المباريات سواء مباراه الجزائر وكوت ديفوار او غينيا وسيراليون عشان نعرف احنا هنقابل مين ان شاء الله يوم 26 يناير المقبل. لكن خليني اقول لك بقى الاجواء بعد الفوز امبارح. الحقيقه اللعيبه بعد المباراه توجهوا لفندق الاقامه، وكان في يعني فرحه بسيطه كده، وبعد كده كل لعيب تناول وجبه العشاء وطلع لغرفته علشان يرتاح. بعدها بقى كارلوس كيروش قرر ان النهارده هيلغي التمرين للعيبه اللي شاركت امبارح خلال المباراه. التمرين النهارده هيكون بعد حوالي ساعه من دلوقتي بتوقيت القاهره على الملعب الفرعي الاولمبي. هيشارك في التمرين ده اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراة الأمس أمام المنتخب السوداني الشقيق. كيروش قرر إنه يريح اللعيبة خوفا عليهم من الإجهاد، وخاصة إن معظم اللعيبة كانت منضمة للمنتخب الوطني في ظل ضغط مباريات كبير جدا مع أنديتها سواء في الدوري المصري أو في الدوريات الإفريقية والأجنبية. كمان الحقيقة يعني خلال المباراة امبارح كده حصلت بعض الكواليس اللي كانت طريفة يا يحيى، خليني أقولها لك. يعني امبارح الجمهور المصري اللي كان عدده 300 فقط في الاستاد، وكان بقى يعني معظم الاستاد من الجانب الكاميروني او من الجماهير الكاميرونيه اللي كانت محايده، كانت بتشجع منها شويه بيشجعوا السودان ومنها شويه بيشجعوا مصر. لكن انت عارف بقى خفه الدم ويعني الهزار بتاع الجمهور المصري الجميل اللي كان موجود، راحوا للجمهور الكاميروني وخلوا الجمهور الكاميروني يحمل اعلام مصر. ده مش كده وبس، ده خلوا الجمهور الكاميروني بيشجع مصر باللغه العربيه، فكانت بقى شكلها جميل قوي وطريف ان احنا شايفين الكاميرونيين بيشجعوا مصر بالعربي المكسر، فكان شكلها حلو قوي. ده مش كده وبس، ده كمان استاد ياوندي او استاد احمدو اهوجو اللي استضاف المباراه امبارح لما لاحظ ان الجمهور المصري يعني بيحب الدعابه شغل لهم بعض الاغاني الشعبيه للمطرب حكيم وبعض المطربين الشعبيين في مصر اللي تفاعلوا معاها بشكل كبير جدا داخل الاستاد، في منظر كان طريف جدا داخل الاستاد. بعدها بشويه بقى حصل خلال المباراه هجوم للفراش الكاميروني، وعايز اقول لك بقى فرح ويحيى الفراشه الكاميرونيه يعني ما شاء الله حجمها كبير قوي، فلما كانت بتهجم على اللعيبه في الملعب او الجهاز الفني على الدكه او على دكه البدلاء للاعبين والجهاز الفني او علينا احنا كاعلاميين، فده كان شيء صعب جدا لان الفراشه الكاميروني حجمها كبير، فلما بتخبط في الوش بتحس ان في حاجه جامده جدا خبطت في وشك يعني. فاللي حصل ان السلطات الكاميرونيه قررت ان هي تعمل حريقه كده حوالين الملعب عشان الدخان ده يطرد الفراش، وبالفعل الفراش اتطرد من الملعب علشان المباراه تكتمل. بعد المباراه خلاص بقى يعني الجمهور قدر ان هو يوصل لمطار ياوندي اللي كان بيبعد حوالي ساعه ونص عن ملعب المباراه. خليني اقول لك كمان انه النهارده يعني منذ قليل كده داخل فندق الاقامه كان في بعض عمليات الاستشفاء او الريكفري للاعيبه اللي شاركت امبارح في المباراه، لان عشان ما يحصلش اجهاد للاعبين. كيروش النهارده قرر كمان انه يلغي السفر من العاصمه الكاميرونيه ياوندي الى دوالا، لان من المنتظر وبنسبه 99% ان المباراه المقبله لمنتخبنا الوطني هتكون موجوده في مدينه دوالا الكاميرونيه يوم 26 اللي مقبل، ولكن القرار النهائي هيكون موجود النهارده، وخاصة انه لجنة الكاف او اللجنة المنظمة للبطولة لسه ما خدتش قرار نهائي بشأن الغاء ملعب دوالا او استبعاده من البطولة بعد الشكاوي الكتير جدا اللي جت من المنتخب طبعا الجزائري وكل المنتخبات اللي موجودة في المجموعة بسبب سوء أرضية الملعب.
ومن المنتظر كده، ولكن يعني القرار رايح في اتجاه ان الملعب لن يتم استبعاده، وان السفر بكره ان شاء الله يوم الجمعه بكره هيكون من العاصمه الكاميرونيه ياوندي الى مدينه دوالا من اجل الاستعداد مبكرا الى مباراه دور ال 16، وخاصه كمان ان يوم السبت في مدينه دوالا هيكون موجود قرعه تصفيات كاس العالم النهائيه، وهيتم الاعلان مين منافس مصر في الجوله النهائيه لتصفيات كاس العالم باذن الله. كمان بقى يعني على الجانب الاخر، لو رحنا كمان كان ليا بعض الاتصالات مع الزملاء في مدينه جروه اللي كان موجود فيها المنتخب الوطني، واللي امبارح كان فيها مباراه نيجيريا وغينيا بيساو واللي انتهت بفوز المنتخب النيجيري. كان في فرحه كبيره وفرحه عارمه في شوارع مدينه جروه لجماهير الكتير جدا للمنتخب النيجيري اللي بيعتبر تاني اكبر عدد جمهور او اكبر عدد جاليه بعد الدولة المنظمة الكاميرون، نتيجة لقرب المسافة ما بين الكاميرون ونيجيريا، لدرجة ان الجمهور من كتر زحام الجمهور النيجيري امبارح على تذاكر المباراة تم تحطيم اكتر من كشك او اكشاك اللي هي بتاعت التذاكر من كتر اقبال الجماهير النيجيرية على شراء التذاكر. كمان هنا بقى كان عندنا امبارح في ياوندي كان في فرحه كده جميله لكل الجاليه المصريه اللي موجوده في العاصمه، وان كان الجاليه كانت بتحاول ان هي تفرح مع اللاعبين وتلتقط معاهم الصور التذكاريه، لكن الموضوع كان صعب جدا بسبب الاجراءات الاحترازيه القويه جدا اللي بيفرضها كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللي دائما وابدا بيمنع الاقتراب او التصوير من لاعبي منتخبنا الوطني خوفا من الاصابه بفيروس كورونا. بالتاكيد ده شيء جيد عشان نحافظ على لعبتنا بإذن الله حتى أبعد نقطة في البطولة. يمكن دي كانت معظم الأجواء والكواليس الموجودة هنا في العاصمة الكاميرونية ياوندي. بالتأكيد العودة مرة أخرى للاستوديو مع زملائي الأعزاء المتألقين يحيى حمزة وفرح علي، اتفضلوا. حسن يعني شكرا جزيلا جدا، دايما بصراحة بتوفي وبتكفي كل المعلومات الخاصة بمنتخبنا الوطني، ولكن عايزين نعرف منك بقى من انت داخل المعسكر اللعيبة حالتهم المعنوية عاملة ازاي واحتفلوا ازاي امبارح، والطاقة اللي بيحملوها بقى استعدادا للمرحلة المقبلة لدور ال 16 ان شاء الله، قولينا كده كواليس ما بعد المباراة على طول وحالتهم النفسية عاملة ازاي. بالتأكيد يا فرح، يعني حالة معنوية مرتفعة وحالة من الارتياح جوه معسكر منتخبنا الوطني. لاعبتنا بالتأكيد حسوا ان هم عادوا الى الطريق الصحيح، وان الجمهور المصري اصبح في حالة رضا بعض الشيء عن النتائج وعن الاداء بعد عودة الروح للاعبي منتخبنا الوطني في المباراتين الماضيتين سواء غينيا بيساو او امبارح امام المنتخب السوداني الشقيق. بالتأكيد كنا منتظرين كمان اداء افضل من كده، ولكن الظروف هنا فرح كانت صعبة جدا امبارح. درجة الحرارة كانت واصلة ل 39، نفس درجة الحرارة اللي انا بكلمك منها دلوقتي، يعني في الوقت اللي انتوا بتلبسوا فيه جواكت وموجودين بقى والدنيا ساعة جدا في مصر وكل اهلنا في مصر ساعانين، احنا هنا حرانين جدا ولابسين نص كم، ولو طولنا نلبس كت هنلبس كت، يعني درجة الحرارة خلي بالك من الفراش بس يا حسن، كان في مرتفع او جبل كده شوية فالحرارة بتكون اعلى مضاعفة. عفوا يحيى، بقول لك خلي بالك من الفراش اهم حاجه. والله يا يحيى انا عايز اقول لك الفراشه هناك مش كان باين امبارح في الماتش، في الماتش كان باين في الكاميرات حاجه كده تنين مجنح، الفراشه هناك عامله زي التنين المجنح، يعني حاجه صعبه جدا بتخبط في الوش كده بتحس ان في طوبه خبطت في وشك وانت قاعد، فكانت صعبه جدا الحقيقه يعني. طيب حسن يعني دايما بنسعى، اكيد يحيى برضو عايز اقول لك بقى انه الاجواء، اتفضل يا حسن، اتفضلي فرح. لا لا كمل. حسن سمعنا؟ طيب عايزين نسالك كمان حسن على الجزئيه الخاصه بمحمد عبد المنعم وبعمر كمال عبد الواحد، اللعيبه دول من اكتر اللعيبه بصراحه يعني اللي كان عندهم مسؤوليه شديده جدا وفي وقت قصير جدا مع المنتخب المصري، عايز اعرف منك الفيدباك او الكلام اللي اتقال عنهم سواء اذا كان داخل المعسكر او خارج المعسكر، وكمان رد فعل مستر كارلس كيروش تجاههم بصراحه لان هم كانوا على قدر المسؤوليه.
انا باكد كلامك يا فرح، بالفعل يعني واحده من اهم اكتشافات البطوله بطوله الامم الافريقيه وبطوله العرب الماضيه هم محمد عبد المنعم او عمر كمال عبد الواحد، الاثنين من اللعيبه المقاتلين في التمرين او في المباريات. الحقيقه يعني بالرغم من ان خبرتهم مش كبيره قوي في الماتشات الدوليه الا اننا ما حسيناش ده. عمر كمال عبد الواحد كان بيأدي مباراه قويه جدا امبارح ومن اول مباراه الحقيقه، وكمان محمد عبد المنعم اللي نجح انه يسجل يعني اول هدف دولي ليه امبارح، وبالتاكيد طعم خاص بالنسبه لعبد المنعم. ويمكن الحقيقه حتى كل الصحف الافريقيه اللي موجوده هنا في الكاميرون كانت بتتكلم على القصه دي، وان ده كان من الاهداف الاولى الدوليه لمحمد عبد المنعم، وان واحد من اكتشافات كيروش في خلال البطوله. بالتاكيد يعني من المنتظر ان الفتره اللي جايه سواء عبد المنعم او سواء عمر كمال هيكونوا من اللعيبه الاساسيين في قوام منتخبنا الوطني حتى نهايه البطوله. ولو اخفي عليكي سرا كمان عن عمر كمال، عمر امبارح كان بيلعب، ما اقدرش اقول ان هو كان مصاب، ولكن كان بيعاني من الاجهاد لانه كان قبلها ب 24 ساعه خلال التمرين، كان اول ربع ساعه من التمرين كان بيعمل بعض التدريبات التاهيليه نظرا لشعوره ببعض الاجهاد، لكنه كان موجود وصمم وقال لكيروش لو انت عاوز اكون موجود في لو انت عاوزني اكون موجود في التشكيل الاساسي انا موجود وجاهز. ويمكن في هذه اللحظات يا فرح لو تشوف في ورايا ويحيى في الخلفيه اتوبيس المنتخب المغربي الان كمان اللي موجود معانا في نفس فندق الاقامه بيتجه من فندق الاقامه الى ملعب التدريب، وفي روح جميله قوي ما بين المنتخب المصري والمغربي اللي موجودين في نفس معسكر الاقامه هنا في العاصمه الكاميرونيه ياوندي. امبارح ومنتخبنا الوطني بعد ما خلص المباراه وراجعين كسبانين كان في انتظاره عدد كبير من عناصر المنتخب المغربي الشقيق وهنوهم، وده اللي حصل كمان من لعيبه منتخبنا الوطني لما المنتخب المغربي تعادل مع المنتخب الجابوني وتأهل في صدارة مجموعته. كمان اللعيبة المصريين كانوا في انتظاره في معسكر الإقامة، لكن خلينا نطمنكم بشكل عام حالة من الارتياح جوه معسكر المنتخب. اللعيبة خلاص قفلت مرحلة وصفحة دور ال 16، عندهم حالة من تحمل المسؤولية، اللعيبة كلها عارفة ان الجمهور المصري لن يقبل الا العودة بالكاس افريقيا ان شاء الله من الكاميرون للقاهرة. بالتأكيد يا فرح وبالتأكيد يا يحيى. بنشكرك يا حسن، شكرا جزيلا. والحقيقه يعني كل الاخبار وكل الكواليس اللي بتخص منتخبنا الوطني من الكاميرون قبل كده ان شاء الله التوجه لخوض مباراه دور ال 16، اتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.